باير سولت تكمله محاضرات الليفر. احنا عندنا اكو يسمونه فور باير اسيد ار بروديوس ان هيومن بينج. تو اوف ذيز يسمونهم اللي هن كوليك اسيد اند كينو ديوكسيكوليك اسيد ار سينثسايز ان ذا ليفر فروم كوليسترول اند كولد برايمري باير اسيد. لان اكو يسمونهم الكوليك اسيد الكينو ديوكسيكوليك اسيد ار سينثسايز ذا ليفر، هنا يسمونه برايمري بايل اسيد، يصنع في الليفر على شكل يسمونه برايمري بايل اسيد. شو يصير بهن ذني ورا ما يصنع عند الليفر؟ سكريتد ان ذا بايل، راح ينطرحن ويا البايل از سوديوم سولت، وراح يصير بهن كونجيجيشن ويز امينو اسيد جلايسين تورين تو فورم برايمري بايل سولت. فعندنا هنا اكو يسمونهن برايمري بايل اسيد، لاني اول ما يصنع عن بالليفر برايمري بايل اسيد اثنين النكوليك اسيد وكينو ديوكسيكوليك اسيد. بني راح يصير بهن سنتسايز داخل الليفر وينطرحن ويا البايل. منين يصنع عن الكوليسترول؟ اذا هسه البايل اسيد والبايل صوت منين يصنع؟ هو المصدر مالته هو الكوليسترول. واضح؟ الكوليسترول. فراح يصير بهن سكريشن ويا البايل ويصير بهن بعدين كونجيجيشن وذ الامينو اسيد جلايسين اللي هو تارين تو فورم برايمر، راح يتحول من برايمري بايل اسيد الى يسمونه برايمري بايل سولت. برايمري بايل سولت هذا البرايمري بايل سولت بعدين راح كونفرتد باي بكتيريال اكشن، راح تشتغل عليه البكتيريا داخل الانتستين وذ ذا انتستاينال لومن تو فورم يسمونه بعدين سكندري بايل سولت. اذا انت هسه تحول اول ما برايمري بايل اسيد اللي هنا كوليك اسيد كينو ديوكسيكوليك اسيد راح يصير بيهن شنو كونجيجيشن يتحول الى برايمري بايل سولت. بعدين داخل الانتستاينال لومن داخل الانتستين تشتغل عليها البكتيريا تحولهن الى سكندري بايل سولت اللي هو يسمونه ديوكسيكوليت اند ليثوكوليت. السكندري بايل سولت ار اكتفلي ابزورب، بعدين شو يصير بهذا السكندري؟ تحول الى سكندري بايل سولت، راح بعدين شو يصير به؟ اكتف ابزوربشن راح يصير بواسطه اكتف ترانسبورت، راح يصير بيه ابزورب بواسطه التيرمينال ايليوم. اذا وين السايت مال ابزوربشن مال بايل سولت؟ وين؟ بالتيرمينال ايليوم. تيرمينال ايليوم اللي هو الايليوم وين موجود؟ سمول انتستين اللي هو يبدا بالدودينام جوجينام ايليوم. فالتيرمينال بارت مال السمول انتستين اللي هو يسمونه تيرمينال ايليوم راح هو السايت مال الابزوربشن مال بايل سولت. يصير بي ابزوربشن بالتيرمينال ايليوم، وين راح يروح؟ بالبورتال. بالبورتال بعدين يصير بي ري ابتيك ري اكسكريتد فيسمونه بالانتيرو هيباتيك سيركيليشن، يعني راح يمتص وبعدين يرجع للليفر يلتقط مره ثانيه. فهكذا تصير من هنا يصير اكثر تركيز مركز يصير. البايل therefore contain mixture of primary and secondary bile salt. فلهذا البايل يحتوي على البرايمري and secondary bile salt، بين الاثنين هو موجود. احنا هذا اللي يهمنا during absorption of meal، يعني خلال امتصاص الوجبة الغذائية after digestion، the conjugated bile salt must be present in the small intestine in sufficient concentration for formation of micelles. يعني احنا دائما بعد الوجبه الغذائيه after the digestion of food after the digestion of lipid the bile salt must be present in sufficient amount in the small intestine for formation of micelles. هاي المسلز هي مهمه، لازم تتكون المسلز حتى شنو يصير absorption. اذا ما تكون هاي ما يصير absorption. هاي ايش تحتاج المسلز formation؟ لازم اكو sufficient amount of conjugated bile salt. ايش تحتوي هاي المسلز؟ شلون تتكون؟ تحتوي على مونوغليسرايد اللي هو الجليسرول خرفوف، لانه احنا الجليسرول منين يجينا؟ ترايجليسرايد من الدايجستشن اوف ترايجليسرايد، يعني دايجستشن اوف دايتري ترايجليسرايد. يعني الدايت اللي يحتوي على ترايجليسرايد من يصير بيه دايجستشن راح يتحول الى جليسرول وفاتي اسيد. هذا الجليسرول يتحد ويا البايل سولت واضح؟ ويا الفري فاتي اسيد. يعني راح يتجمع عندنا كل اللي يسوي لي المسلز يسمونها المسلز اللي هو مونوجليسرايد اللي هو يجيني من تكسر الترايجليسرايد، فري فاتي اسيد ايضا يجيني من دايجستشن اوف
triglyceride aggregate with bile salt. راح يتجمعوا البايل سولت to form missiles. هاي المسلز also contain ايش تحتوي بعد free cholesterol. يعني هاي تتكون لك تلم لك يسمونها الرغوة. الرغوة ايش تحتوي بعد ايضا تحتوي على free cholesterol اللي هو يجي لي من digestion of cholesterol ester. يعني الدايت اللي بكوليسترول ester يتكسر يصير بي digestion يعطيني كوليسترول وفري فاتي اسيد. ايضا يحتوي على free cholesterol liberated from hydrolysis of cholesterol ester in human. Also contain phospholipid as well as fat soluble vitamin. اذا هاي كلها تحتوي تكون لي المسلز اللي هو مونوغليسرايد اللي هو جليسرول فاتي اسيد كوليسترول اللي هو فري كوليسترول زين فوسفوليبيد as well as الفات سوليبل فيتامين. لان الفيتامينات اللي ذائبات في الدهون فات سوليبل مو الووتر سوليبل فيتامين اللي هو فات سوليبل او ليبيد سوليبل فيتامين اللي هن الاي والدي والاي والكي. The diameter of negative charge missiles is small that allow to pass through microvillus space. يعني هاي المسلز هي يصير بها absorption. هي اللي يصير بها absorption وبعدين داخل الانتيروسايد داخل خلايا الانتستين يتكون لك يرجعني تحت الفري كوليسترول والفاتي اسيد وايضا الجليسرول والفاتي اسيد. The diameter of negative charge missiles small that allow to pass through microvillus space. إذن إحنا أول شرط لازم يتكون المسلز يلي يصير absorption. هذا يحتاج المسلز لازم أكو bile salt بكميات sufficient amount of bile salt. لازم كميات كافية من bile salt. هذا شي يسوي يجي وياه يتحد وياه من هو الجليسرول ويتحد وياه الفاتي أسيد ويتحد وياه شنو بعد الفوسفوليبيد واللي بسوليو الفيتامين. إذن كلهم يتحدن يسوي لي شنو يسوي لي المسلز وهاي المسلز هي اللي يصير بها absorption تمتص. فلهذا deficiency of conjugated bile salt إذا صار عندنا deficiency بالbile salt in the intestinal lumen lead to impaired missiles formation. شنو impaired؟ يعني تعرفون impaired impaired missiles formation هذا مال absorption of fat. فلهذا أكيد راح يصير خلل. إذا صار عندنا نقص بالبايل سولت معناها ما راح تتكون المسلز وبالتالي ما راح تصير ابزوربشن الذني اللي عددناه اللي هنا كله الكوليسترول الجليسرول الفاتي اسيد الكوليسترول زين اللي بتسوي الفيتامين ذني ما راح معناها ما راح يصير بهن ابزوربشن لأنه ما راح تتكون المسلز. فديفيشنسي اوف كونجكتيتد بايل سولت ان ذا ساين اللومن ليد تو امبيرد missiles formation and malabsorption of fat. أكيد راح يصير malabsorption of fat and can occur in the following. يا أسباب تسوي bile salt deficiency. شنو هي الأسباب the causes of bile salt deficiency. أنا بعد المحاضرات الجاية كل محاضرة احتمال أسوي لكم كويز بالمحاضرة السابقة فلتكم تقروها زين. ألو دكتور. اي فكل تقرون المحاضره احتمال يعني باي وقت بالمحاضره اللي بعدها اي وقت اجي اكوزكم اجيب لك نقطه واحده ام سي كيو او سؤال هيك شيء بسيط واريد جواب باي وقت من المحاضره يجوز بنص المحاضره يجوز بالنهايه يجوز بدايه واضح. فانتم مطالبين اي محاضره انطيها المفروض تقروها المطالبين بها المحاضره اللي بعدها ممكن اكوزكم في اي وقت. نكمل عيني. Deficiency of conjugated bile salt in the intestinal lumen lead to impaired missile formation. هسه واضح الكلام مو؟ واضح دكتور. The causes of هسه نشوف يقول لك إذا صار نقص بالbile salt إذا صار نقص بالbile salt راح يتأثر لي هاي العملية كلها يعني معناها المسلز ما راح تتكون وإذا المسلز ما راح تتكون ما راح يصير absorption للفات وللكوليسترول وللمونوغليسرايد وللليبسوليوبل فيتامين ما راح يصير. شنو أسباب؟ What is the causes of bile salt deficiency then yes but insufficient synthesis of bile salt in the liver. يعني احنا قلنا وين يصنع هو اصلا مصدره وين اول ما يصنع قلنا bile salt على شكل primary bile acid اول ما يصنع من الليفر الليفر ياخذه يصنع منين من الكوليسترول قلنا
على شكل برايمري بايل اسيد، وبعدين يصير بكونجيجيشن يتحول الى برايمري بايل سولت، بعدين تشتغل على البكتيريا تحول الى سكندري بايل سولت. فهو داخل الانتستين اكو مزيج برايمري اند سكندري بايل سولت موجود، هذا هو مهم لتكوين المسلز اللي هي تسوي ابزوربشن يعني الكوليسترول والكوليسترول والفاتي اسيد اللي بيسول الفيتامين، ذني كلها لازم ما يمتصل اذا ما تكون المسلز اللي هي تعتمد اعتماد اساسي عليها من على بايل سولت. فالبايل سولت ديفيشنسي اذا صار راح يسوي لي مال ابزوربشن اوف فات. شنو الكوزز مالته؟ قلنا انسفيشنت سينثيسيس اوف بايل سولت ان ذا ليفر، لان هو اول ما قلنا وين يصنع بالليفر؟ يصنع الليفر من الكوليسترول. فاذا الليفر بيه مشكله، يعني الليفر بيه مشكله، الليفر مثلا بيه كرونيك ديزيز مثلا الليفر سيروسس، تشمع الكبد، الكبد هنا تعبان ما يصنع بعد. فايش نتوقع هنا؟ راح يصير بايل سولت ديفيشنسي اذا كرونيك ليفر ديزيز يسوي لي بايل سولت ديفيشنسي. زين انذر كوزز، مرات يصنع هو البايل سولت الليفر ما بي شيء. وين احنا قلنا يذب البرايمري بايل اسيد؟ يذب وين؟ يروح وين البايل؟ في مجرى البايل، راح يروح وين؟ للانتستين. اذا اكو ابستراكشن، مرات يصير ابستراكشن بالاوت فلو او بايل، مرات يصير ابستراكشن بطريق البايل. اكو ابستراكشن مثلا جول ستون حصوه بالمراره وعابره ساده كمان بايل دكت. هذا ممكن يسوي لي بايل سولت ديفيشنسي. اذا اكو سداد مثلا، يعني اي بليري ابستراكشن، اي بليري ابستراكشن. سواء ستون مثلا كمان بايل دكت ستون، او مثلا هابيتات السيست اكياس مائيه بالليفر، والكيس الماي هذا مرات يصير اكياس مائيه يصير بالليفر ويصير برشر يسوي ضغط على الكمان بايل دكت ويسد لي اياها. مرات سي اي هيد اوف بنكرياس، كارسينوما اوف بنكرياس اوف هيد اوف بنكرياس، سرطان راس مال البنكرياس، هذا يجي يقعد عليه من على الكمان بايل دكت ويسدها. هم يجيك برزنتيشن مالته جوندس. احنا قلنا شو يصير هو؟ وين السايت مال ابزوربشن مال بايل سولت حتى يكمل؟ بالإليوم. يعني إذا تيرمينال إليوم بيه مشكلة، شنو تتوقع؟ هم يأثر لي على الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، لأن هو انتيرو هيباتيك سيركيليشن ياخذه ويطرحه مرة ثانية، يمتص ويرجع بالبورتال وينطرح مرة ثانية. انتربشن اوف انتيرو هيباتيك سيركيليشن، فيلر اوف بايل سولت ابزوربشن فروم انتستين، إيليال ديزيز. إذا تيرمينال إليوم ديزيز أو تيرمينال إليال ريسكشن، يعني واحد عنده تيومر بالترمينال اليوم مسوي له ريسكشن مستأصلينه شايلينه، هذا نتوقع يصير عنده بايل سولت ديفيشنسي ويصير عندهم استياتوريا. شنو استياتوريا؟ مال ابزوربشن، يعني مال ابزوربشن اوف فات اند اكسكريشن اوف فات ستول مور ذان 3 جرام بير دي، يعني يصير خروج دهن به لانه ما راح يصير به ابزوربشن، الستول مالته يصير كله فات، يسمونه استياتوريا. إذا تيرمينال إليال ديزيز مثلا توبركلوسز، تدرن بالتيرمينال إليوم، تي بي تعرفون شنو تي بي؟ توبركلوسز يعني تدرن بالتيرمينال إليوم، مثلا واحد عنده أو يسمونه كرون ديزيز، اكو مرض كرون، مرض كرون هذا يصير التهاب مناعي، التهاب مزمن في التيرمينال إليوم، كرونيك انفلاميشن اوف تيرمينال إليوم يسمونه كرون ديزيز، يصير بالتيرمينال إليوم. يعني أي ديزيز مال تيرمينال إليوم هم يأثر لي عليه من على بايل سولت، لأنه السايد أوف أبزوربشن أوف بايل سولت هو التيرمينال إليوم. فإذا صار ديزيز بالتيرمينال إليوم، توبركلوسيس، كرون ديزيز، تي بي توبركلوزير، أو ريسكشن مستأصلين احنا التيرمينال إليوم، واحد شايل التيرمينال إليوم، فيصير بايل سولت ديفيشنسي وبالتالي يسوي استياتوريا اند مال أبزوربشن أوف فات. اكو يسمونه ابنورمال بكتيريا كولونايزيشن of upper small intestine يسمونه contaminated bowel. من اسمها contaminated bowel؟ شنو contaminated؟ ملوث. ملوث يسمونه contaminated bowel. احنا عاده بالكولون، بالكولون اكو موجوده كميات جدا هائله من البكتيريا يسمونها normal flora، يسمونها normal flora، هاي موجوده يسمونها coliform bacteria، كوليفورم بكتيريا موجوده بكميات جدا هائله بالكولون. مرات هاي تعبر تصير بالانتستين، اذا عبرت بالانتستين صارت كميات جدا عاليه يسمونها كونتامينيتد باول. لاي هم لها اسباب، هم لها اسباب يسمونها بلايند لوب سندروم وغيرها من ذني مو موضوعنا، بس احنا يسمونها كونتامينيتد باول، يعني تصير بكتيريا
بكتيريا اللي هي يسمونها كوليفورم بكتيريا مكان ما بالقولون كميات هي اصلا موجوده نورمالي تعبر وين تصير بالانتستين. فهاي تاثر لي تسوي سبليت البايل سولت تاثر لي على البايل سولت تسوي بايل سولت ديفيشنسي يسمونها كونتامينيتد باول او بكتيريال اوفر جروث reduce the effective concentration of the site of absorption. اذا البكتيريال اوفر جروث او يسمونها كونتامينيتد باول هي راح تسوي لي تاثر لي تسوي لي بايل سولت ديفيشنسي وتسوي لي مال ابزوربشن اوف فات كونتامينيتد باول. هسه ناخذ الليفر فانكشن تيست. ليفر فانكشن تيست اول واحد البيليروبين والامينو ترانسفيريز اللي هن ALT AST الكلين فوسفاتيز GGT اللي هو جاما جلوتامين ترانسفيريز والبروتين والكوغيليشن تيست. البيليروبين قلنا احنا تو تايب اوف بيليروبين دايركت وان دايركت مو كونجيجيتد او نسميه ان كونجيجيتد. الدايركت انكريز more than indirect. وين يصعد هذا الدايركت؟ احنا كنا ماخذين ذني مجرد ريفيجن لكم. الكونجيجيتد دايركت اعلى من الدايركت وين يصير يا جوندس؟ بالهيباتوسيلولار بينما البري هيباتيك او نسميه هيموليتيك او بري هيباتيك او هيموليتيك الكونجيجيتد يصعد indirect او indirect يصعد indirect. زين الامينو ترانسفيريز اللي هنا ديز ار الانين امينو ترانس امينيز اللي هو اي ال تي اس جي بي تي اند اسبارتيت امينو ترانسفيريز اللي هو اي اس تي او نسميه اس جي او تي البوث اي ال تي اند اي اس تي ار لوكيتد ذا سايتوبلازم اوف ذا هيباتوسايت. ذن نيد اي ال تي والاي اس تي اثنين موجودات داخل السايتوبلازم واكو الترناتيف فورم اي اس تي اكو اي اس تي هم موجود داخل هيباتوسايت ميتوكوندريا. اذا هسه الاي ال تي والاي اس تي موجودات اثنين داخل السيتوبلازم الاي اس تي موجود داخل السيتوبلازم وداخل الميتوكوندريا الاي ال تي موجود داخل السيتوبلازم واضح؟ الاي ال تي والاي اس تي اثنين بالسيتوبلازم مال هيباتوسايت واكو اي اس تي هم موجود داخل الميتوكوندريا مال هيباتوسايت. Both transaminase enzymes are widely distributed in the other tissue of the body. The activity of ALT outside the liver are low. يعني احنا ال AST موجود داخل السيتوبلازم قلنا وداخل الميتوكوندريا بس بنفس الوقت اكو AST موجود بالكدني. اكو AST موجود بالهارت مصل. واضح؟ اكو AST موجود بالسكريتال مصل. فمثلا مرات واحد صار عنده مايوكارديال انفاكشن احتشاء عضلة القلب. هم يصعد الـ AST. نريد نعرف هذا الـ AST هل هو من الليفر، AST من الهارت. إذا واحد عنده سكريتال مصل ديزوردر مثلا مايوسايتس، هم نتوقع عنده AST يصعد. فالـ AST ما موجود بس فقط بالليفر. موجود أيضا بأذر أورجان، سكريتال مصل، كدني، هارت. الـ ALT أوتسايد ذا ليفر قليل ما موجود. فلهذا For this enzyme consider more specific. فلهذا يعتبر specific. يعني الـ ALT ليش specific للليفر؟ يعني بس بالليفر. موجود بهالليفر. الاكتيفيتي من الاوتسايد ما موجود قليل يعني بالسكريتال مصل بالكدني بالهارت بينما ذاك لا موجود باذر اورجان. احنا اكيد احنا شلون نعرف يعني احنا هو اذا مريض جايك جوندس شفت التي اس بي مالته عالي وتدز اي اس تي وتلقاه عالي. يعني هل هذا ما معقوله هذا من السكريتال مصل صح ولا لا؟ انا مبين من الليفر لانه المريض هو اصلا جوندس. زين بس احنا على العموم الاي ال تي هو مور سبيسيفيك. الليفر سيلز كونتين مور اي اس تي ذان اي ال تي. مثل ما نعرف احنا الليفر ايش بيها؟ كميه الاي اس تي اللي بالليفر اكثر من الاي ال تي. ليش نقول الاي اس تي وين موجود؟ ميتوكوندريا بينما الاي ال تي بس بالسيتوبلازم. But ALT confined to cytoplasm in which concentration is higher than AST. Cytoplasm تراكيز أعلى من الـ AST. Raised plasma transaminase are indicative of hepatocellular damage. يعني إذا لقينا الـ ALT والـ AST لقيناها عاليات والمريض جوندس مريض عنده TSB عالي هاي شنو معناها؟ معناها هذا hepatocellular damage. مو؟ زين
In inflammatory or infective conditions such as viral hepatitis, واحد عنده التهاب الكبد الفيروسي, viral hepatitis, the cytoplasmic membrane sustain the main damage leakage of cytoplasmic content cause relatively greater increase in ALT than AST. بالinfiltrative disorder, يعني احنا نقدر نقول بالمايلد, بالinflammatory او infection condition, ALT يصعد اكثر. اذا صار infiltrative disorder, يعني وصل ضرب لحتى الميتوكوندريا, infiltrative disorders, يصير damage both mitochondria and cytoplasm. ايش نتوقع؟ يعني احنا بالحالة الاعتيادية اذا بس سايتوبلازم, اذا الانفلاميشن ضارب لي بس سايتوبلازم, ايش نلقى؟ منو الاعلى؟ اي ال تي داخل الاي اس تي, لانه كميات الاي ال تي داخل السايتوبلازم اعلى من الاي اس تي. زين, اذا صار انفيرتيلاتيف ديزوردر, يعني الانفلاميشن الدمج ضرب لي السايتوبلازم والميتوكوندريا, منو نلقى اعلى؟ من نشيك الاي اس تي, نلقى اي اس تي مور ذان اي ال تي. على العموم هن الاثنين هذني indication of hepatocellular damage. معناها يعني احنا اذا مريض عنده جوندس شيكت تي اس بي لقيته عالي وشيكت له ترانس امينيز اللي هنا شنو الترانس امينيز؟ اي اس تي والاي ال تي. اي ال تي شيكتهن لقيت عاليات فيهن, شنو معناها هذا؟ hepatocellular damage. إذا لقيت الـ AST أعلى من الـ ALT, هذا معناها infiltrative disorder, يعني معناها damage both mitochondrial and cytoplasmic membrane. لقى هنا greater increase AST more than ALT. واضح؟ أوكي؟ نعم دكتور واضح. يعني الألكالين فوسفيتيز, الألكالين فوسفيتيز هذا بالأبستراكتيف جوندس, أحفظه. الألكالين بال cholestatic jaundice او نسميه post hepatic jaundice او obstructive jaundice, يصعد هذا اذا معناها obstructive jaundice. The alkaline phosphatase are a group of enzyme which hydrolyze the phosphate at high pH. It is widely distributed in the body. هم هنا نفس الشيء, الالكاليني فوسفاتيز ما موجود بس بالليفر, موجود بالجي اي تي, موجود بالبون, بالبلاسنتا. هسه اي وحده حامل اتشيك لها الالكاليني فوسفاتيز القاع عالي, حامل مثلا القاها بالشهر السابع, بالشهر الثامن, بريجننت, بالثيرد ترايمستر, اذا تشيكين الكلين فوسفيتيز القاع عالي, هل هذا معناها هي هاي ابستراكتيف جوندس؟ لا, هذا من البلاسنتا السورس مالته. زين, بس احنا المريض ذا جوندس ولقينا الكلين فوسفيتيز, يعني هو جوندس تي اس بي مالته عالي وعنده اتشنج يحك, زين, وشيكت له تي اس بي لقيته عالي, الدايركت اعلى من الدايركت الاندايركت, والكلين فوسفيتيز لقيته كلش عالي, هذا شنو شك؟ ايش عنده؟ obstructive jaundice. In the liver, they are localized in the sinusoidal and biliary canicular membrane. زين, it is most sensitive test for intra or extra hepatic cholestasis. A raised plasma alkaline phosphatase concentration in the presence of raised gamma glutamate transferase GGT concentration. This is implied that the alkaline is of hepatic origin. يعني احنا شيكنا الكلين فوسفيتيز لقيناه عالي, وشيكت الجي جي تي اللي هو هذا هسه راح ناخذه, جي جي تي لقيته عالي, هذا يعطيني دليل انه السورس اوف الكلين فوسفيتيز هو من الليفر. اذا لقيت الجي جي تي عالي ويا هذا معناها المصدر مال الكلين فوسفيتيز هذا صعود, المصدر مال صعود الكلين فوسفيتيز هو الليفر. لان احنا قلنا الكلين فوسفيتيز يصعد وايد, مو بس بالكوليستاتيك جوندس, مو بس بالابستراكتيف جوندس, ممكن يصعد بالريكتس. الريكت واحد عنده كساح, يعني اي بون ديزيز ممكن يصعد لي الكلين فوسفيتيز. احنا سمو موضوعنا, احنا موضوعنا الجوندس, الكلين فوسفيتيز يصعد بالابستراكتيف جوندس. اذا بنتاكد هل هذا الكلين فوسفيتيز هو صعوده من الليفر لو مو غير الليفر, اشيك ويا جي جي تي. اذا لقيت الجي جي تي عالي, هذا معناها انه مصدر الالكالين فوسفيتيز هو الليفر, يعني مو من البون ولا من البلاسنتا ولا من الجي اي تي. هذا الالكالين فوسفيتيز لان قلنا موجود مو بس بالليفر, هو موجود بالجي اي تي, موجود بالليفر, موجود بالبلاسنتا. زين, الجي جي تي اللي هو جاما جلوتامين ترانسفيريز, جاما جلوتامين ترانسفيريز اوريجيتد فروم اندوبلازمك ريتيكولم
of the cells of the hepatobiliary tract. إذن بالإندوبلازميك راتيكولوم هذا وين موجود بالإندوبلازميك راتيكولوم؟ As this reticulum proliferate, for example, in response to prolonged intake of alcohol or a drug, such as phenobarbital and phenytoin, synthesis of enzyme is induced and plasma GGT are increased. يعني هذا وين موجود بالإندوبلازميك راتيكولوم؟ أكو شغلات بعض الأحيان أكو قسم الأدوية الكحول شو يسوي؟ يحفز لي يسوي proliferation. يسمونه انزيم انديوسر يحفز انزيم انديوسر ذني يحفز الانزيم اندكشن يسمونه شو يسوي يخلي هاي دائما تطلع جي جي تي عالي يعني واحد مو معناها هذا انه اسمه اذا الكحول اذا واحد يشرب الكحول يصعد عندهم الجي جي تي زين دول اللي يشربون كحول كرونيك الكحول يقعد عندهم جي جي تي عالي ادراك اللي ياخذون ادويه مزمنه مثل فينوباربيتون ذن ادويه ما صرع يستخدمون ادويه الصرع فينيتاوين فينوباربيتون ايش تلقى عندهم؟ تلقى عندهم جي جي تي عالي ليش؟ لان ذن الادويه يسمون الانزيم انديوسر يحفزن هذا الانزيم انه يطلع من الاندوبلازم كراتيكولم يسوون تحفيز يسمونه انزيم انديوسر واضح؟ فوين يصعد؟ بالكحولك ذول يشربون كحول وبعد يسمونه دراجز اللي يسمونه اللي هن انزيم انديوسر يسمونه انزيم انديوسر اللي هنا هن فينوباربيتون ادويه الصرع فينيتاوين ريفامبسين اكو ريفامبسين ما كاتبه ريفامبسين مال التدرن علاج التدرن للتدرن يستخدموه فذول اللي ياخذون مثلا ادويه التدرن تي بي التي بي تبركلوسس واحد ياخذ ريفامبسين علاج بيتدرن ودوم ياخذ ريفادي هذا علاج التدرن شو نتوقع الجي جي تي عنده؟ يصعد عالي عالي يصعد ليش يصعد؟ لان انزيم انديوسر عافيه انزيم انديوسر هو يحفز هذا الانزيم فروم سنتز اوف انزيم فروم اندوبلازم كراتيكولم زين فيسمونه انزيم انديوسر بعد اللي ياخذ ادويه ما صرع فينيتاوين فينوباربيتون وبعد اللي يشربون كحول البلازما جي جي تي higher in men than women موجود بالرجال اكثر من الفيميل raised plasma activities does not necessarily indicate hepatocellular damage اذا لقينا عالي مو معناها مو شرط لهذا hepatocellular damage but may reflect enzyme induction enzyme inducer او cholestatic jaundice لان احنا مساعش قلنا الكوليستاتيك جوندس هم يصعد ها مساعش قلنا لان قلنا اذا لقينا الكالي فوسفيتيز عالي والجي جي تي عالي اثنين يصعدن يعني بالابستركتيف جوندس يصعد هذا وهذا فاذا لقينا جي جي تي عالي وي الالكلاين عالي هذا معناها انه مصدر الالكلاين فوسفيتيز هو الليفر معناها هذا الالكلاين جاي يطلع من الليفر اذا ما يرفليكت انزيم اندكشن اور كوليستاتيك جوندس او ابستركتيف جوندس ات از مينلي انكريز ان كحولك ليفر ديزيز دول يشربون كحول هم يصعد عندهم دول الكحول دائما احنا هذا اللي يشرب كحول مثلا سنوات هواي 10 سنوات تشيكين هو جي جي تي يلقى عالي اور انزيم ادراج انزيم اندكشن لايك في التوي الريفادين هذا الريفادين موجود ريفامبسين هذا علاج يستخدم للتدرن وهذا علاج يستخدم للصرع فذول اللي ياخذون علاج تدرن وذول اللي ياخذون فينيتاوين علاج صرع ايش نتوقع عندهم الجي جي تي نتوقع عالي انه انزيم انديوسر بعد وين يصعد بالكحول ليفر ديزيز بعد بالكوليستاتيك ليفر ديزيز والكوليستاتيك ليفر ديزيز اثنين يصعدن هو الكلاين البروتين والالبومين قلنا شنو ذن الالبومين وين يصعد وين ينزل يفيدنا هو واحد من ال كارير فولو اب مال او نسميه يعني مال السنتيتيك فانكشن اوف ذا ليفر لانه السنتيز مال الالبومين هو داخل الليفر فاذا لقينا المريض عنده ليفر ديزيز هو عنده ليفر ديزيز شايفناه عنده ليفر انزايم عاليه وعنده جونديس شيكت له سيرم البومين لقيته قليل شنو معناها هذا؟ يديك يشيكنا هذا معناها يعطينا فكره على الكرونيسيتي This give idea for the chronicity of the disease chronicity معناها this is chronic liver disease because of half life لان اكو half life عندنا موجود مال الليفر مال الالبومين because half life of albumin which is 4 weeks زين فإذا لقينا الألبومين قليل وهو عنده ليفر ديزيز زين هذا معناها شنو؟ indicate chronicity
indicate chronicity. بالأكيوت ما ينزل الألبومين. ليش؟ لأنه أكو هالف لايف، أكو هو أصلا مصنع وموجود وعلى ما تنتهي الدورة مالته دورة حياته. زين؟ إيه. فهذا indicate chronicity. الكواجيليشن تيست مثل ما قلنا يأثر لي على البروثرومبين تايم. نقيسه من خلال يسمونه بروثرومبين تايم اللي هو بي تي، بي تي تحليل يسمونه بي تي واي ان ار، بروثرومبين تايم. بروثرومبين تايم هذول ايش نلقى؟ ممكن نلقى نورمال، ممكن نلقى برولونج. اذا برولونج شنو معناه هذا؟ سيفير كيس سيفيرتي اوف هيباتو سيلولار دامج، لانه سينثيسيس اوف كوجيليشن فاكتورز ان سينثيسايز انسايد ذا هيباتوسايت. لذا synthesize most coagulation factors and requires vitamin K. يحتاج vitamin K to activate factor 10, 9, 12, 7, 2, 1972, 10, 9, 7, 2. Activation يصير به إذا يساعد على coagulation. Severe liver damage and prolonged biliary obstruction. قلنا البيليار obstruction هذا بعدين يسوي لي فيتامين كي ديفيشنسي. Are associated with reduced plasma fibrinogen concentration and prolonged prothrombin time. The half-life of vitamin K dependent coagulation factor are short. Therefore, change in the VTO care quickly following liver damage and provide prognostic information in patients with acute and chronic liver failure. فالديكيت الهيباتوسيلولار دامج هذا يعني كل ما كان سيفير كل ما يأثر على الكوجيليشن فاكتور يسوي برولونج بروثرومبين تايم. The prothrombin time may be prolonged by cholestasis. قلنا هاي ذاك اليوم بالكوليستاتيك ليفر ديزيز ذا اوبستركتيف جوندس هم يصير عنده برولونج بس ليش؟ ليتلي قلنا ليتلي تاخر فيتامين كي فيتامين كي ديفيشنسي اللي راح يصير بايل سولت ديفيشنسي نتيجه الابستركشن ويصير شنو؟ لو اخذنا البايل سولت فالليبيد سوليبل فيتامين هم راح يصير بيها ديفيشنسي واذا صار عندي فيتامين كي ديفيشنسي راح يسوي لي بليدنج. الفيتامين كي ديفيشنسي مثل ما اخذته بالفيتامينز يسوي لنا بليدنج تندنسي. فنقول الماء دائما اكل خضره موجود بالفيجيتابل هو موجود اكثر شيء فيتامين كي بالفيجيتابل بالخضروات. امبير ديو تو انتستاينال بايل اند سولت ديفيشنسي. جوندس ان نيو بورن هاي بالاطفال اللي تصير بالنيو بورن حديثي الولاده. الريد سيل ديستركشن together with immature hepatic processing of bilirubin. الريد سيل ديستركشن together with immature hepatic processing of bilirubin may cause high plasma level of conjugated bilirubin in new born infant, so called physiological jaundice. اذا شنو تعريف physiological jaundice؟ هذا اللي يصير عند الحديثي الولاده. شايفين يمكن شايفين ماكو واحد منكم ما شايف دائما ذول الحديثي الولاده شو يصير عندهم؟ يصير عندهم يسمونه physiological jaundice. physiological من اسمه مو pathological. دائما ذول الحديثي الولاده يصير عنده jaundice كم يوم ويختفي. ليش؟ لانه يصير destruction بالار بي سي with immature hepatic processing of bilirubin may cause high plasma level of conjugated. زين. نورمال فول تيرم يعني هذا اللي مكتمل الولاده مو بريماتشور مو هذا قبل موعده صايره ولاده. تعرفون شنو فول تيرم شنو بريماتشور مو؟ اي دكتور نورمال فول تيرم بيبي ماي شو جوندس بتوين داي اوف 2 اند داي اوف 8 اوف لايف. دائما دول يصير عندهم الفول تيرم اللي كامله موعد الولاده مالته يعني مكمل 36 اسبوع 36 ويكس. واضح شيء يصير عندهم؟ يصير عندهم فيسيولوجيكال جوندس دائما باليوم الثاني ليوم الثمانية. هذا فيسيولوجي بين اليوم الثاني ليوم الثمانية. فيسيولوجيكال جوندس ريرلي اكسيد 100 مايكرومول بير لتر. زين؟ يعني ما يعبر تقريبا الستة ملي جرام. يصير حده 6 7 يوصل تي اس بي مالته. فيسيولوجيكال جوندس اون ذا فيرست داي لانه هو يقول لك دائما يصير باليوم الثاني ليوم الثمانية. Jaundice on the first day of life is variable pathological. نتوقع انه ذا اول يوم بالولاده جوندس مالته عالي نشك هذا خاف احتمال pathological. As our level of bilirubin exceed 100 milligram. زين 100 milligram more than 100 milligram micromole per liter. micromole. زين
or if the hyperbilirubinemia is conjugated. ليه تنشك بي باثولوجيكال؟ اذا طلع باول يوم والتي اس بي مالته عالي اكثر من 100 مايكرومول، واضح؟ اكثر من 100 مايكرومول. زين. والهايبربيليروبينيه هي دايركت، احنا عاده ذول ايش يصير عندهم؟ دايركت لو اندايركت؟ فيسيولوجيكال جون. دايركت. اندايركت دائما لانه يصير ذني الار بي سي يصير ام ماتشور ذول عندهم، شو يسوي؟ راسا يصير فيها ديستركشن بالار بي سي. يعني الار بي سي مال النيونيت مو مثل الار بي سي مال الادلت. فيصير رابيد ديستركشن والليفر مالته ام ماتشور بعده ما يحول لي اياها، فنلقى عنده يصير عندهم دائما اندايركت هايبر بيدروبينيميا اندايركت. As a result of him, زين اذا لقينا باليوم الاول قلنا دائما هاي 70 يوم اثنين الى يوم 8 وما تعبر ال 100 مايكرومول، يعني ما تعبر السته السبعه. زين اذا لقيته باليوم الاول او لقيته مثلا 200 او لقيته 300 زين او لقيت الدايركت بيلروبين الدايركت لقيته عالي، هاي معناها باثولوجيكال. As a result of hemolytic disease, the plasma concentration of indirect bilirubin may be at high 500 micromole. 500 شوف 500 ايش قد يعني 500؟ يعني تقريبا 30 تي اس بي يوصل حتى 30. احنا اذا فوق ال 20 نسوي له تبديل دم، اذا لقينا تي اس بي اكثر من 20 احنا هسه هذا 500 يعني تقسمه يطلع تقريبا 30. قسمه تقريبا 16 و8 يطلع 30 تقريبا تي اس بي مالته micromole. شوف هناش قد نلقاه مرات يوصل حتى 30، اذا 30 هذا كلش خطر سيريس يسوي لك اكسشينج ترانسفيوجن يبدلون له دم، هذا دائما يبدلون له. زين؟ اذا بين ال 10 وال 20 لا هذه يدخلوا حاضنه، انكيوبيتر شايفين يدخلوهم بالخدج بالحاضنه، شايفينهم؟ دائما الاطفال يدخلوهم خدج بالحاضنه. زين؟ هنا اذا صار هيمولتي ديزيز، يعني الطفل هنا ينولد عنده هيمولتي ديزيز، عنده فد باثولوجيكال كونديشن اللي هو هيمولتي ديزيز، مثلا جي 6 بي دي، عنده جي 6 باقي له او اني اذر كوزز. The plasma concentration of indirect bilirubin may be high 500 يوصل كلش عالي and may exceed plasma protein binding capacity. احنا ايش عندنا قلنا الاندايركت وين يروح؟ منو يستلمه؟ الالبومين. الاندايركت من يجينا من تكسر الار بي سي منو يستلمه اول مره؟ ويا الالبومين. الالبومين ياخذه يشلب بيه الالبومين، وين يودي؟ يودي للليفر. زين هذا اذا 500 شوف كميات كلش عاليه اعلى من الالبومين راح يصير، يعني راح يصير ساتوريشن بالالبومين وقسم عنده وين يبقى؟ يبقى ثري حر، ثري ما راح يلتفت بالالبومين. هذا الحر وين يروح؟ راح يروح ممكن يقعد على الليفر على البرين، يطش على البرين ويتلف لي البرين. هذا الفري يسمونه الفري ان كونجكيت اللي ما مرتبط بالالبومين، ليش؟ لانه اكسيد ذا بلازما بروتين بايند كاباسيتي. خلينا نقول عندي 30 البومين وهذا اجاني 50، 30 راح يشبع، ايش قد بقى عندي؟ يبقى 20 حر يسمونه فري. هذا اندايركت، هذا الاندايركت الفري، الفري ان كونجكيت او فري اندايركت مي بي ديبوست ان ذا برين، راح يجي يترسب بالبرين. وش يسوي لي؟ يسوي لي كرنكتراس، هذا يتلف لي يسوي لي بيرمننت برين دامج، يسوي دمج للبرين ويتلف الدماغ ويظل معوق طول حياته هذا الطفل اذا ما نتلاحقه. واضح؟ فبروبورشن مور ان دايركت بيروبين ريش ذا ليفر ان نيو بورن انفانت ذان ان ادلت ديو تو ذا ار بي سي هالف لايف از شورتر. هنا الار بي سي ليش يقول لك هنا الاندايركت يصير هواي يجي قش مال اندايركت بيروبين؟ ليش؟ لانه الار بي سي الهالف لايف مالته شورتر مو مثل الادلت. فيصير فور رابيدلي ديورنج ذا فيرست ويك اوف لايف ايفن النورمال انفانت. زين الفسيولوجيكال جوندس الاندايركت هايبر بيروبيميا از ديفايند مايل جوندس ويتش از نوت بريزنت ات بيرث بت ويتش ديفلوب ديورنج ذا فيرست ويك. يعني هاي الفسيولوجيكال جوندس هو زين ما يجي باليوم الاول، من اليوم الثاني بالاسبوع الاول هو بس بعد اليوم الاول، باليوم الاول ما يطلع، باليوم الثاني يبدي يسمونه فيسيولوجيكال جاندس وهذا يوصل حد 7 8 تي اس بي مالته، واضح 100 ما يعبر ال 100 مايكرومول او 7 ملي جرام. And for which there is no obvious pathological reason. Such jaundice is very common in normal newborn infant. About 50% of normal baby develop this after 84 hours after 2 days.
يعني تقريبا 50% من الولادات يصير عندهم فيسيولوجيكال جونديس يصير باليوم الثاني، اللي هو شنو قلنا؟ ما يعبر ال 100 مايكرومول، ما يعبر ال 7 ملي جرام. ذا بلازما توتال بيروبين ريرلي اكسيد 200 مايكرومول. بلازما توتال بيروبين with the conjugated bilirubin unlikely to be greater than 40. The physiological jaundice can be aggravated by prematurity. هذا الفيسيولوجيكال جاندس شلون يزداد؟ كل ما يكون بريماتور الطفل، يعني نولد خلينا نقول من بالثامن، مو ما مكمل 9 اشهر. مرات تصير ولاده قبل الموعد، مثلا بالثامن وجابت او بالسابع وجابت، هذا شو تتوقعه؟ متوقع الجاندس راح يصير عنده اعلى. اذا الطفل عنده انفكشن، انفكشن مثلا فيروس، التهاب فيروس سايتوميغالو فيروس، روبيلا، كونجنتال توكسو، ذن يسمونه تورتش، تورتش. زين؟ dehydration, hypoxia, the hypoxia, poor nutrition. Carnecterus is a serious hygienational carnecterus. هذا يصير deposition of the three indirect bilirubin. وين يصير؟ يصير بي precipitate وين؟ بالبرين. Which may result in permanent brain damage or death. ممكن يسوي death أو يبقى هذا معه وقت طول حياته. فلهذا إحنا شو نسوي؟ ندخله حاضنة. يدخلوا حاضنه، هاي الحاضنه شو تسوي؟ الترا فايلت لايت اشعه فوق البنفسجي يسوي حوله من اندايركت الى دايركت، تخترق السكن. هذا مو جو الجلد موجود اندايركت، هاي الالترا فايلت راح تخترق السكن مال الطفل، يخلوه دائما يعني بدون ملابس، هو شايف يغطون بس عيونه، اذا ملاحظين بالحاضنه ما يقمطوا. ليش؟ حتى هذا الضوء يدخل السكن، يخترق السكن، جو السكن راح يحول اياه من اندايركت الى دايركت. هاي الفائده من الانكيوبيتر الحاضنه، شيء حوله من اندايركت الى دايركت، اذا يعني معناها من اللي بالسوليوبل الى ووتر سوليوبل، اذا تحول الى ووتر سوليوبل شلون يتخلص من الجسم؟ باليورين. عافيه، هو يتخلص من الجسم يطلع، فيقل التي اس بي. انت ملاحظ من يدخلوه مرات، احنا عندنا هو راح المريض يدخلوه هذا الطفل النيونيت، يدخلوه منو اكثر عنده الدايركت ولا الاندايركت بيروبين؟ قلنا احنا اللي دائما يدخلوه اندايركت. هذا الاندايركت ما ينطرح باليورين لانه اللي بالسوليوبل، والليفر مالته اماتشور بعد الليفر، الليفر ما مو مثل الكبير يقدر يحول بسرعه. شو يسوي؟ هذا الالترا فايلت الضوء الاشعه فوق هذا الالترا فايلت لايت شو يسوي؟ يخترق السكن مال النيونيت، يخترق السكن، جو الجلد. شو يسوي؟ راح يشتغل عليه من على البيروبين، يحوله من دايركت الى دايركت. فاذا حوله الى دايركت راح يروح للكدني وينطرح وين اليورين مال الطفل مال النيونيت، وبالتالي راح ينزل تي اس بي مالته. فلهذا ليش ما يخلوه حاضنه ينزل نسبه الاصفار، تنزل دائما يعني تنزل تي اس بي. يعني خلينا نقول اذا يدخلوا 18 تي اس بي مالته يخلوه فد يومين ثاني يوم تنزل 12 او تنزل 10. واضح ليش؟ هو هاي الميكانيزم انه الالترا فايلت لايت يخترق السكين ويحوله من اندايركت الى دايركت، وبالتالي يصير بي اكسكريشن باليورين. يا حالات يصير بها ريسك اوف كارنكتلس، معرضين لكارنكتلس. ذا مور بريماتشور، كل ما يكون مور بريماتشور يعني كل ما يولد بالسابع، هذا نتوقع انه يصير عنده كارنكتلس، هذا خطر لازم ناخذ له. يقول لك هذا ولاده قبل الموعد، فهذا شايف هذول الولاده قبل الموعد يخلوه بالحاضنه، يخلوه فتره اسبوع. واضح؟ يخافون عليه من الكارنكتلس لانه يتوقعون يصير عنده كارنكتلس، ذولا لانه بريماتشور، بريماتشور ليبر، بريماتشور انفاكت، مو كامل، مو 9 اشهر. If the plasma indirect bilirubin is rapidly increased بيا حالات سيفير هيموليسيس، مثلا عند المريض انولد عنده جي 6 بي دي، يجوز طفل ينولد عنده جي 6 بي دي، هذا شو تتوقع؟ راسه يصير تكسر، يعني فوق ما فيسيولوجيكال اكو ديستركشن عندك اصلا انت فيسيولوجيكال، يجي ويا باثولوجيكال ديستركشن، فيجيك قش مال اندايركت كلش عالي. احنا نخاف يصعد اذا عبر ال 20، اذا عبر فوق ال 20 ملي جرام هذا ممكن يضرب لي البرين يسوي لي كارنكترس، اذا فوق ال 20 هذا قبل يدخلوه يسمونه اكسشينج ترانسفيوج، يبدلوا له الدم، هذا قبل يدخلوه اكو جهاز يبدلوا له الدم مالته الطفل نيونيت. اذا جوا ال 20 دخلوه حاضن، هاي الحاضنه تنزل التي اس بي، بس اذا عبر فوق ال 20 21 23 30 هذا يخوف، مو ما تخلي بالحاضنه، قبل يسوي لك اكسشينج ترانسفيوج يبدلوا له الدم مالته. If the bilirubin binding capacity is low، احنا قلنا يا اللي يفيدنا هنا يا اللي يشلب بالبيلروبين الدايركت الالبومين، مو البومين هذا هم يفيدنا، من يشلب بي ياخذه يوديه للليفر ما يخليه يروح للبرين، من يروح يضرب البرين؟ الحر، مو الفري،
ماكو مكان بعد يرتبط به بالالبومين فيظل وينه؟ ياخذ راحته حر، ماكو البومين يكضه. فوين يروح؟ يروح للبرين، يتلف للبرين. زين اذا الطفل هو اصلا عنده هايبو البومينيمي مو؟ عندك ذن الالبومين خليلات مالاته. شو نتوقع؟ اذا الثري راح يصعد مو؟ واضح؟ واضحه لو مو واضحه؟ اذا الالبومين قليل، هايبو البومينيمي قليل، نتوقع يصير شو اسمه؟ displacement of bilirubin from albumin by some drug. مرات مطينا ادويه وهاي الادويه توازي، يسمونها competitive inhibition. تاخذ الزيح البيليروبين وتقعد مكانه بالالبومين. اكو ادويه ياخذ مثلا مطي كالسيوم، مطي مرات يجي يقعد بمكان الالبومين، هذا يقعد بمكان البيليروبين ويقعد على الالبومين ياخذ مكانه، فيظل الحر ذاك يتنافسن عليه. او displacement of bilirubin from albumin by hydrogen بالاسيدوسس. اذا الطفل اسيدوتيك عند الاتش ايون عالي، الاتش ايون شو يسوي؟ هذا هم يزيح البيليروبين ويقعد بمكانه بالالبومين. displacement of bilirubin from albumin by hydrogen ايون. الهيدروجين ايون هم يجي يزيحه بالاسيدوز. اذا طفل اسيدوز يعني شنو اسيدوزز؟ يعني الاتش ايون عنده كلش عالي. فذولا مخطورين، اللي اذا طفل عنده اسيدوزز مخطور، اذا عنده هايبو البومينيميا قليل. وقسم من الدرك اذا يعطونا ادرك دائما يعطوه كالسيوم، اظن ممكن هذا هم يزيح البيليروبين يقعد بمكانه ويخلي الحر، يخلي البيليروبين الحر هو هذا المشكله، هذا هو يسوي لي الخطوره. وبالاسيدوسس لانه الاتش ايون هم يتنافس ويا البيليروبين على البايندنج سايت بالالبومين. الجوندس ديونك ذا فيرست 24 اورز مول لايكلي تو بي باثولوجيكال. يعني احنا دائما اذا جوندس باول يوم هذا يعني اكثر شيء نتوقع باثولوجيكال. It may have the following cause: AB incompatibility، احتمال AB incompatibility، دول اللي RH negative RH positive، دول الدم ما مطابق RH negative ممكن. Inherited erythrocyte GSPD ممكن، دا الواقلة pyruvate kinase spherocytosis، اكو امراض بالدم ذني ممكن يصير بهن destruction. باول يوم بس يولد الطفل يصير destruction بالRBC، يصير pathological destruction ويسوي لي يصعد لي الاندايركت بيلروبين. او بعض الاحيان intrauterine infection وهو بطن امه اكو انفكشن عنده يسمونه تورتش اللي هو توكسو روبيلا سايتوميغالا فيروس سيفليس. زين توكسو دال هذا دال القطط، واضح؟ روبيلا فيروس لان كل التهابات فيروسيه ممكن مرات اذا اثناء الحمل المراه حامل ممكن تسوي لي تاثر لي على تسوي لي باثولوجيكال جونديس. يلا شكرا جزيلا، كمل الجايه.